في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا حصد المرضى واثاره الذعر في الصين والعالم باسره تدرس منظمه الصحه العالميه اعلان حاله طوارئ دوليه وبالتزامن شددت العديد من مطارات العالم اجراءات مكافحه الفيروس الصين كثفت جهودها لاحتواء الفيروس المستجد فعزلت اكثر من اربعين مليون شخص في الوقت الذي ارتفعت فيه الحصيله الرسميه لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينه ووهان إذ تأكد وفاة 41 شخصا من نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل الصين والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين، ولكن تم أيضاً اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال والولايات المتحدة واستراليا، كما أعلنت ماليزيا تسجيل ثلاث إصابات اليوم، حيث بينت وزارة الصحة الماليزية أن المصابين الثلاثة صينيون، ووصل فيروس كورونا أيضاً إلى أوروبا عقب تأكيد فرنسا ظهور ثلاث حالات على اراضيها حيث اكدت فرنسا ان المريض الاول والثالث نقل الى المستشفى اما الثاني فيخضع للعلاج وقد اتخذت الاجراءات اللازمه لعزلهم واعتبرت منظمه الصحه العالميه ان فيروس كورونا الجديد يمثل حاله طوارئ في الصين لكنها احجمت عن اعلانه مثار قلق دولي رغم ان الفيروس واصل الانتشار عالميا ووضعت مدينه ووهان احد عشر مليون نسمه تحت الحجر الصحي منذ الخميس الماضي وظلت شوارعها خاليه والمحال التجاريه مغلقه وحركه السير تقتصر على الحد الادنى وصار ارتداء الاقنعه الواقيه الزاميا تحت طائله تسجل محضر ضبط بحق الشخص المخالف